لعيبه الاهلي بالمستوى والاداء الكبير اللي بيقدمه الاهلي والزمالك ده في الدوري المصري، لازم تعرفوا حاجه، قيمه الدوري المصري هتزيد، شكل الدوري المصري رائع، كل الوطن العربي وكل افريقيا بتتابع الدوري المصري دلوقتي وبتتابع لعيبته، واقبال كبير جدا على لعيبه الاهلي والزمالك. بعض الناس قالوا، وهقول لكم على حاله في الاهلي وحاله في الزمالك، حاله في الاهلي وحاله في الزمالك، ولكن انا هقول لكم ازاي الاهلي والزمالك قادرين يقفلوا بشكل كبير، وهقول لكم السيستم المحترم من الاهلي والزمالك بقى عامل ازاي. محمد الشناوي الفتره اللي فاتت جاله عروض، الشناوي قافل ومركز ومفيش هزار، مفيش هزار، ما حدش يقول لي حاجه، انا عايز بطوله في كتير، عايز اضيف واحده بعمل تاريخ 10 على 10. اتكلمنا على عرض النصر السعودي، والنصر طلع قال ان مفيش عروض، ولكن احنا كنا فتحنا الموضوع ده. هقول لكم الكواليس كده والتاريخ بقى كان نتكلم عليه. النادي الاهلي في دردشه كده قال لك والله الشناوي ده يسوى 10 مليون دولار. عارفين اللي هو الرقم بتاع، مش هنبيعه، بس بتتكلم على مين؟ على محمد الشناوي، افضل حارس الاولمبياد، حارس النادي الاهلي، بطل افريقيا، النادي الاهلي الكبير العظيم، حارس مرمى منتخب مصر الاول. في عرض للشناوي في الطريق ب 6 مليون دولار. ب 6 مليون دولار. ولسه والارقام لسه جايه. طيب 6 مليون دولار ده النادي الاهلي يقول ايه؟ كابتن محمود الخطيب ادى تعليماته مفيش حديث عن اي صفقات. محمد الشناوي ادى وكيل اعماله تعليمات مفيش حديث عن اي صفقات. بلغوا الانديه بره اللي عايزه الشناوي، الشناوي هيخلص الدوري يوم 28. اللي عايز يبعت حاجه، وعلى فكره اللي عايز يبعت حاجه ده مش معناها ان اللاعب مشي، اي لاعب هيجي له عرض. ما هو ديانج زي ما انتم شايفين نفس القصه، النادي الاهلي قال 5 مليون 5، لا 6 6 7، وجلطة سراي شغال مع ديانج، شغال ارقام كبيره. اذا موضوع الشناوي وموضوع ديانج مفيش حديث فيه غير يوم بعد يوم 28، بعد الدوري الممتاز اما يخلص. ده من وكيل اعمال الشناوي، ده من الانديه اللي بره، ده من تعليمات الكابتن محمود الخطيب هنا. مفيش، تقول لي 6 مليون 7 مليون قول لي زي ما تقول لي، مش هبيع حد غير اما الدوري يخلص. هذا هو النادي الاهلي، سيستم اكثر من رائع.